اهلا بكم اعزائنا المشاهدين المصريه في كل مكان وحلقه جديده من نجوم الرياضه. وزي ما احنا متعودين من اسبوع لاسبوع بنحاول نجيب لكم كل الاحداث الرياضيه على الساحه المحليه والعربيه والافريقيه والعالميه. النهارده احنا هنتكلم عن الالعاب القتاليه. زي الاسبوع اللي فات كنا ابتدينا بالكاراتيه والتايكوندو, النهارده هنتكلم عن نوع جديد, مش جديد قوي يعني, هو نوع احنا بنجيب فيه ميداليات برضو في الاولمبياد, هو الملاكمه. وبنتكلم كمان عن المارشال ارتس, هنتكلم عن العاب قتاليه بتحقق لنا انجازات وبتحقق انجازات بره مصر كمان بالنسبه للمحترفين المصريين. بس الاول ازيك يا ازيك سامح, عامل ايه؟ انا قلت كده كلام صح ولا زي الفل؟ شكلي لا لا جميل, هو كلام جميل جدا. وهنركز اكتر على الام ام اي, هنعرف يعني ايه ام ام اي الاول, وهنتعرف مع ضيوفنا الكرام اللي موجودين معانا النهارده في الاستوديو. خلونا بس نرحب بيهم الاول ونتعرف من خلالهم على الرياضه دي, ونتعرف كمان ايه الفرق بين خروج اللعيبه المصريين ويعني الاحتراف في مثلا امريكا. هل بيبقى في فرق بين اللاعب الاجنبي واللاعب المصري؟ هل اللاعب المصري بيتميز بحاجات معينه؟ هل الزرار اللي دايما المدربين المصريين بيلاقوه عند اللاعب المصري سواء في الكوره او في الالعاب الفرديه وبيقدروا يدوسوا عليه, والحماس والنخوه والرجوله وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي في اللاعب المصري واللي ما يبانش اصله غير في يعني المواقف الصعبه, فهل بيبان في الحاجات دي خصوصا انها لعبه قتاليه؟ ده اللي هنعرفه من ضيوفنا الكرام. خلونا بس نبتدي ان احنا نرحب بيهم, ونبتدي باليمين بما اننا من اهل اليمين. خلونا نرحب بكابتن رمضان عبد الغفار ملاكم مصر محترف. اهلا بيك كابتن. اهلا بك يا فندم, منورني. وكمان كابتن محمود يحيى مدرب الام ام اي, اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا. طيب نبتدي بقى, نبتدي بال يعني باخبار نجم مصر والملاكم الاولمبي رمضان عبد الغفار. ايه اخر اخبارك بقى؟ والله اخر اخباري الحمد لله كنت مضيت عقد على الاتحاد الدولي اي بي بي, ولسه بيتناقش دلوقتي ان شاء الله معاهم يعني ان كنت هتوافق ولا هيتاجل. ده اتحاد معمول تبع الايبا, تبع الاماتور والبروفيشنال, يعني الهواة والمحترفين مع بعض. بس لسه ما بداش الموسم بتاعه. انا مضيت فيه من السنه اللي فاتت من 2013, والحمد لله كنت في انتظار اللي هو يبدا الموسم. بس انا في المجال الاحتراف بتاعي الماتشات اللي معايا مع المدير الاعمالي كابتن محمود هو اللي بيحدد الماتشات وبلعبها. فلما الاتحاد ده اتفق معانا بدانا ان احنا ناجل الخطه بتاعتنا شويه عشان الاتحاد ده, عشان هو الاتحاد التاني هو له رولز تاني وله نظام تاني المفروض نمشي عليه في فتره اعداد. فكان انتظار كله في الوقت ده. انا لسه كنت عامل ماتش بس يعني من كام شهر, يعني 8 شهور او 7 شهور. الماتشات بتاعتكم بتاخد وقت كبير؟ لا بتاخد ماتش, احنا في المجال الاحتراف فانا داخل على 12 جوله. يعني لحد دلوقتي لعبت لحد 8 جولات من 4 لحد 8. الاماتور بقى اللي هو احنا اخذنا 4 جولات او 4 جولات في القانون القديم, يعني سايب مصر من 2008 كان 3 في 9 دلوقتي 4 كان 3 جولات, ف 4 جولات دلوقتي 3 جولات في 3 دقائق. فكل فتره او دوره او اتحاد معانا صور ليك على فكره بنعرضها دلوقتي, ودي المباريات في الاتحاد ده على فكره اول ماتش اول فايت لعبته هناك. تمام. ده كان في مانهاتن في نيويورك, وكان اللاعب كان من نيوجيرسي, وكان هو كويس الحمد لله, كان موقع هو قبل كده كذا ماتش كسبان بالضربه القاضيه, وطلع طبعا بقى انت عربي ومصري ومصري ده اول ماتش ليك, فبتبقى يعني وكمان على فكره برضو الكابتن برعب كريم على فكره بطلنا محترف برضو في امريكا, هو كان معايا مدرب في الفتره ديت. انا معايا دلوقتي حاليا مدرب ايطالي. فالحمد لله المجموعه او المدربين او ان كان الطاقم الموجود اللي كان مدير اعمال ولا قاتم الفريق العام اللي موجود الحمد لله يعني حابيني وحابين بعض, وبنقدر نعمل نتائج كويسه دي. يعني كابتن ابارع كريم بصراحه كان لسه ناهي حياته الاحترافيه في الملاكمه وابتدى التدريب 44 سنه او 43 سنه كان بيلعب لحد الوقت ده. انا احترمته جدا يعني لما رأيت السن بصراحه عامل نتائج جميله جدا. تمام. ولعب على حزمه عاليه. تمام. جدا هناك. بدأ تدريب انا والحمد لله عملنا نتائج طيبه جدا الحمد لله رب العالمين. انا لحد دلوقتي انا هذا من 2009 لحد 2014 اندر فيد الحمد لله ما فيش ماتش خساره. طيب دي الضربه يعني القاضيه ولا القاضيه؟ القاضيه بقى دي القاضيه. فكرني بايام حلوه يا رمضان. فاكر كنا بنصور قبل بكين 2008 وكنا بنصور في مركز اولمبي, وكان كان في بصراحه حضراتكم وانتوا بصراحه يعني كانت الاعلام مش عايز اقول لك قبل اتينا ما كانش متسلط على العالم الفردي قوي. خلينا نكون صراحة مع بعض. قنوات النيل او القنوات المتخصصه او حضراتكم بصفه خاصه بصراحه, لان انا كنت بشوفكم في الملعب. الناس دي بتيجي تعمل ايه في الملعب؟ واقفه عرقانه احنا بنتمرن.
فبشوف كليتكم عملتوا مجهود احنا كنا بنتمرن معاكم لا بجد والله انا بجد والله مش لقيتكم يعني عايزين تزوروا الناس دي حاسين ان مش واخد حقنا او الناس دي فعلا محتاجه اكتر من كده أكيد. بدات الطفره من بعد اتينا بصراحه يعني بحسنا ان هو ده دور الاعلام لازم والله بصراحه الالعاب الفرديه جنب كره القدم مش كل حاجه كره قدم بس لا مفيش يعني ايه الالعاب الثانيه برضو يعني طيب خلينا نروح لكابتن محمود يعني الاول انت كان اخر مره كنت معانا من سنتين ثلاثه كنا على الهواء برضو تقريبا سنه ونص بقى تقريبا حاجه زي كده تقريبا سنه ونص تمام طيب خلينا نرجع تاني معلش نعمل نتكلم عن الام ام اي عن الرياضه دي ونشرح الفكره بشكل عام قبل ما نخش في التفاصيل جميل جدا رياضه الام ام اي عامه هي رياضه مجمع لمجموعه من الرياضات الفنون القتال او الدفاع عن النفس يعني فيها البوكس فيها كيك بوكسنج فيها الجودو فيها لعبه جديده اللي نازله دلوقتي هي لعبه قديمه بس احنا نعرفها جديد لها جوجيتسو بدات تنزل مصر برضو بشكل بسيط بس يعني موجوده الالعاب دي كلها بتتجمع مع بعض تبقى لعبه واحده للاعب بيعرض فنونه جميع الفنون القتاليه كلها اللي هو اتعلمها وبيلعبوا اتنين مع بعض ويشوف مين فيهم اللي بيكسب الماتش واللعبه دي نزلت بدات منتشر جامد جدا في امريكا عندنا وبنحاول ننزلها مصر هنا لسه برضو في يعني انا شايف في مجهودات فرديه في مصر شغالين بيحاولوا يطلعوا لعيبتهم بره شفت برضو في كذا بطولات عملت هنا بس بطولات بسيطه وبداوا ينزلوا في الاردن في بطوله اسمها ديزرت فورس البطوله دي موجوده وفي اتعملت برضو بطوله جامده جدا اللي هي بطوله اليو اف سي دي احنا معنا فيديو ليك وانت بتشرح دي شرح للسقطات ازاي الواحد ممكن يقابل البساط او يقع لان اي واحد فينا ممكن يعمل الحركات دي في الشارع حتى لو انت كعبلت او وقعت ممكن توقع تتفادى الاصابه يعني تتفادى الاصابه لما تعور بدل ما تحط ايدك وتقع على كتفك تخلع كتفك او كوعك او تمام بس فالمهمية يعني يا ريت انها تبدا تنتشر هنا لانها بدات تاخد يعني انا اسف ان انا اقول بقى بدات تاخد من البوكس جمهور كتير لا طبعا ده حقيقي فعلا جمهور البوكس في العالم كله معروف وبالذات في امريكا كمان جمهور البوكس كبير جدا لما بتبقى تعمل في منظمه كبيره طلعت في امريكا اسمها اليو اف سي دي خدت من جمهور البوكس يعتبر نص الجمهور بقى دلوقتي في مثلا عندك اثنين او ثلاثه لعيبه بس ما بيلعبوا اللي هو ماي وذر وماني باكاو دول اللاعيبه الاثنين اللي ممكن الجمهور كله راح يتفرج عليهم غير كده اي ماتش بوكس ما صعب قوي انك تلاقي جمهور راح يتفرج عليه الام ام اي اي واحد من بيلعب بقى فيه ما شاء الله ناس كتير قوي بتروح تتفرج عليه طيب احنا خلينا نتكلم على جزئيه الالعاب القتاليه يعني احنا عندنا البوكس كلعبه اولمبيه بيحقق ميداليات وحققنا في اولمبياد اتينا اثنين برونز وواحده فضه فكان يعني البوكس في تركيز كبير هنا في مصر على البوكس وبعدين خصوصا بعد اتينا ناشئين كتير واشبال كتير ابتدوا يبصوا للبوكس بشكل مختلف لكن اللي حصل ان المشاكل اللي حصلت شفت احنا قلنا لك احنا مشاكل اللي حصلت مع الالعاب الفرديه خصوصا والبوكس كمان ايه اللي حصل وخلى الملاكمه تتراجع التراجع ده يعني دلوقتي ما فيش النجوم اللي كانوا موجودين في الفتره اللي هي 2004 و2008 ما انت حضرتك هتبص للفريق احنا عشان تخش في 2004 دي احنا بنتعدي من من اتلانتا يعني انا داخل المنتخب 97 كانت اتلانتا اتلعبت فمتعدل سيدني على بال ما وصلت لاتينا انا واخد لي 7 سنين كده عشان اتعدل لاتينا لدوري الاولمبيه لاتينا عشان تبقى في المستوى اللي انت فيه انا عامل 368 فايت 360 ماتش 364 ماتش دولي فالخبره دي كلها بتيجي مع الوقت تمام ما بتاخدش مش حاجه فجاه كده يعني الدروب جه من انت عندك دلوقتي اللعيبه اللي موجوده اللي كانوا موجودين في الفريق تبص لعدد ماتشات اللاعب او تبص للسي في بتاعه او الباك جراوند بتاعه اللاعب ده لعب قد ايه عمل كم ماتش فالخبره اللي عنده كبيره احنا كنا بنسافر كل اي سفريه بنرجع ما فيش حد ما بيرجعش ميداليات نادرا جدا لما حد يرجع من غير ميداليه تمام على المستوى العربي والافريقي بفضل الله مصر رقم واحد كانت نمره واحد بدون منازع بدون منازع يعني طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل التراجع ده هل هو التمويل مثلا المعسكرات ما بقاش فيه فرصه ان انا اساعد اللاعبين ان هم يلعبوا اكتر اللي اعرفه كل الرياضه بتاخد تمويل الدعم كده وبعدين مشروع بطل الاولمبي بيصرف
المؤسسات العسكريه بتصرف في لا من الناحيه ديت انا ما فيهاش مشكله. لا زمايلي وبيكلموني يعني وصلنا بيهم كويسه وكل حاجه بس نقول نقدر نقول مثلا بالتجديد دم الفرق والمشاكل اللي بتحصل مشاكل اللي بتحصل مع اللعيبه مشكله مع كرم مشكله الناس دي ابطال المفروض يهتموا بهم شويه يعني على الاقل. انت قصدك على كرم جابر طبعا يعني انت بتتكلم على الالعاب الفرديه عامه المفروض دي ناس ثروه المفروض اهتم بيها ملاكمه مصارعه جودو احنا بنعد فريق كره القدم حوالي 25 لاعب انا مش بتكلم عن كره القدم بس في كره اليد في الطايره الالعاب الجماعيه فريق جماعي بيتعدد بفلوس كتير عباره عن كام لاعب 25 ده غير الجهاز الفني او الطبي او اول كبير بتصرف على ده كله عشان تسافر تجيب ميداليه واحده بتتكتب لك في الريكورد بتاعك ما بين الدول ميداليه. طب انت عندك لاعب واحد بيطلع بيلعب في العاب فرديه بيجيب ميداليه وهي نفس الميداليه وفي العاب زي رفع الاثقال بتجيب بثلاث ولا اربع ميداليات. طب احنا ليه ميداليات والعاب قوه والعاب بريك فيه طب احنا ليه ما نهتمش برضه العاب دي؟ هي الطفره دي بقى في اهتمام من اي من بعد اسوان علي الدين الهلال بعد اسوان وزير الشباب والرياضه هو اللي قال نشاط الاولمبي اهتم بالناس دي اعمل مكافئات بصراحه بداوا يدعموا فنقدر نقول الظروف او ممكن تجديد دم الفرق الموجود لعيبه جديده لعيبه بطلت يعني في الملاكمه في كابتن محمد هيكر بطل صلاح عبد الباري بطل من اتينا كابتن محمد طبعا الثلاثه بتوع الميداليات من بعد اتينا كابتن محمد رضا كابتن احمد اسماعيل كابتن محمد الباز دول بطلوا تمام فمين اللي يطلع تاني او مين اللي طلع تاني يبقى هتاخد وقت تمام. طب كابتن محمود انت يعني كنت منتخب مصر جودو راجل قديم يعني في الالعاب القتاليه عايز اسالك يعني هل سهل يعني ان ملاكم او لعيب جودو يلعب الام ام اي يعني ياخد كل الالعاب القتاليه في لعبه واحده كان سهل حاجه زي كده؟ لا هو مبدئيا لعبه الام ام اي بتعتمد دايما على اللعبه الاولى اللي انت بتلعبها اساسا يعني انا عشان اجيب يعني الاساس بتاعك الاساس بتاعي عشان اجيب لاعب ملاكمه واجي العبه الام ام اي مش هينفع انا العبه ام ام اي وهو عشان هو بيلعب ملاكمه بس لان هو لما نزل مع بيلعب في الارضي مع واحد تاني بيلعب مثلا جودو او بيلعب جوجيتسو ممكن عنده حركات كسر حركات خانق ممكن يخنقه طبعا لاعب الملاكمه ما يعرفش اي حاجه عنه فلازم ابدا اعرفه ولازم ابدا امرنه من الاول من الصفر الالعاب الثانيه اللي هو ما يعرفش عنها حاجه تمام وبتفرق بالنسبه للعبه الثانيه يعني بالنسبه حتى اللعب الجودو اللي الناس دلوقتي حتى يعني لعبه الجودو على مستوى العالم كله مش معروفه قوي بالنسبه للام ام اي يعني بداوا دلوقتي يهتموا بيها لان في واحده بطله كانت بطله امريكيه هي دخلت خدت ثالث اولمبياد وبدات تلعب في اليو اف سي ما شاء الله دلوقتي بطولاتها كلها مشهوره جدا وبطولاتها كلها مكسب على طول وحركه رميه جودو وكسر ترمي وتكسر يعني وتلعب معاها شويه ملاكمه بتدخل عليها شويه عشان رميه جودو وكسر كسر بس توقفتني هو انا قلت هو يعني لا كويس اول مره ما تستخدمش كلمه كسر لان هو طبعا ما فيش اي حاجه اسمها كسر الكسر هي حركه اللي هي ممكن تأدي هو زي ما بيقول عليها اتمت اللي هو بيحاول محاوله كسر وطبعا ربنا يبارك فيها استسلام اسمها راند الروسي هي فلو الناس برضه عايزه تحب تشوفها وفي كذا لاعب برضه لعيب جودو لعيبه جودو بداوا يخشوا فيها بس في الغالب كلهم لعيبه الجوجيتسو هم اللي بينجحوا اكتر منتشرين قوي بنحاول ان احنا نديهم شويه ملاكمه برضه بحيث ان هم يتعاملوا بس طبعا الفاونديشن الاساس هو الغالب يعني لو انت لاعب ملاكمه بتحب دايما بتبقى عندك ثقه في النفس وانت واقف او بتلعب ملاكمه من فوق لو حد نزل معك تحت بتحاول يعمل معك حركات كخنقه او كسر بتبقى معاك صعبه شويه بس احنا مهمتنا ان احنا نخليه يقدر يستغل نقاط القوه بتاعته اكتر ويرتاح نفسيا من الموضوع ده. معلش انا كنت عايز اضيف حاجه برضو للكلام الكابتن رمضان بالنسبه للمشروع الراجل اللاعب الاولمبي دي حركات برضو معلش دي حركات دفاع عن النفس دي المفروض انها كلاسات بعلمها في عامل فيديوهات انا في هناك بعلم حركات دفاع عن النفس تمام بالنسبه لاي حد ممكن يتقابل في الشارع او ممكن الناس العاديه اللي هو ما عندهمش فاونديشن العاب قتاليه حاجه دي ممكن حتى قاعد في البيت اتنين مع بعض قدام الفيديو ممكن بيتعلموا الحركات دي ويعلموا بعض تمام. طيب نقطه المشاكل اللي بيواجهها الالعاب الفرديه النقطه اللي بتواجهها الالعاب الفرديه دايما برضه احنا بنقول هي اللاعب نمره واحد
يعني احنا عندنا الفريق كله 7 أو 8 سواء اذا كان فريق ملاكمة 7 أوزان او جودو 8 أوزان او اي لاعب عندنا بقى نمرة واحد. يعني النمرة واحد هو بس اللي يسافر, نمرة واحد بس اللي يلعب البطولات كلها. يعني انت مثلا عندك 13 14 بطولة على مستوى على مدار السنة بتسفر دايما نمرة واحد, ما فيش عندك نمرة اتنين ولا عندك نمرة تلاتة ولا سكن تيم. ما هو انت عشان كده لما يجي مثلا بيبقى عندك نمرة واحد ده يا ما بيبطل يا ما بيهرب منك عشان يحصل له مشاكل زي كرم جابر, فانت ما عندكش بديل ليه. بالظبط يعني حصل مشكلة اثرت على مستوى البديل لازم اللي هو يبقى قريب منه قوي, مش البديل اللي هو ليفل 1 والبديل يبقى عندك ليفل 10. فلازم يبقى فيه اللي هو الليفل قريب منك, ده مش موجود عندنا. طالما انت عندك المعسكر بتعسكر لك بتاع 4 في نفس الميزان. طب الأربعة دول ليه تصفرهم كله؟ تصفر نمرة واحد بس والباقي بيقعد يستنى. لا أصفر واحد وبعد كده أصفر التاني وأعملها روتيش. لأن الخبرة ما بتجيش من المعسكر أو التدريب, الخبرة بتجي من الاحتكاك. والاحتكاك مع لعبة تانية ومدارس تانية. مدارس تانية وإمكانيات تانية بتدي له ثقة. يعني حتى مش بس خبرة, ثقة في نفسه إن هو لما يكسب مدارس تانية ويبتدي يحس إن هو عادي الاحتكاك مع الوقت خلاص. وبعدين حاجة غريبة جدا, اللاعب المصري عندنا معلش انتوا ممكن ما تاخدوش بالكم لان انتوا قاعدين هنا في مصر محيطين باللاعبين المصريين اللي حوالينا ومش شايفين اللي بره اللي بره. انا معاصر جميع اللعيبه من جميع دول العالم, انا قاعد في امريكا ومعاصر جميع اللعيبه من جميع دول العالم. اللاعب المصري عنده قوه تحمل مش موجوده في اي لاعب في العالم, وعنده صبر وعنده متانه مش موجوده في اي لاعب من في العالم. فلما بيجي اللاعب المصري بتديله الحاجات اللي ناقصه منه زي بقول انا نصطبه ما تعرفش توقفه. بيطلع وبيحقق انجازات زي ما كابتن رمضان جه امريكا وحاولت ان انا ادخله في بطولات وماتشات زي ما شفنا من شويه الماتش بتاع الماتش الاولاني ده الماتش الاول الناس كلها بعد الماتش يعني. كلها طلعت تجري علينا وبيعمل اوتوجرافات وبتاع وبيسلموا عليه وانت منين واسئله وانترفيوهات. فبيشوفوا حاجه مش ما شافوهاش قبل كده. ودي طبعا بناء على الخبره بتبقى بالنسبه لهم نوك اوت في اول ماتش, دي بتبقى مفاجاه كمان مع لاعب متمرس وعنده كل ماتشاته كلها نوك اوت في اول جوله. يعني اتعمل 8 ما شاء الله 8 ماتشات 8-0. هو ماتش واحد بس اللي مرضاش يرمي فيه بقى 8 جولات جرب بقى شويه طب عايز اجمل 7 جولات مره بقى مثلا بيلعب 4-5 جولات او 8 جولات بيرمي على طول في اول جوله. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك لا, والراجل الثاني قال برضه انا ممكن اكسبه بسهوله. قال لك طب فقال بقى انا ده هوريك. طيب كابتن رمضان يعني احكي لي عن الاكسبيرينس بتاعتك من اول ما سافرت, الدنيا مش معاك ازاي؟ والله انا سافرت الحمد لله كنت مسافر على على عقد احتراف للملاكمه, وقعدت انا مع الاتحاد قبل ما اسافر اتفقت معاهم على الدكتور عبد العزيز واتفقنا وحطينا الحلول وكل حاجه. ما اتفقناش طبعا على الاتحاد هنا كتكملة يعني كله كان بالاتفاق يعني في اي حاجه. ففي حاجه تانية بديل تاني اللي هو الاحتراف. طبعا كان اتصالات ما بيني وبين الكابتن محمود واتفقنا والحمد لله. يعني قال لي مش هنلعب لحد تاني او مش ما فيش يعني كان في يعني رجال اعمال هناك كان عايزين انت تلعب باسم بلد لا يعني. يهود يعني ما اصحاب شركات هناك كان عايزين يستقطبوك ويحبوا يعني يعملوا كده وبصراحه تعرض طبعا فكابتن محمود هو بصراحه يعني وضح لي الرؤيه ماشيه ازاي هناك مش كلها فلوس في حاجات تانية مش هتبقى انت غايب عن انا بالنسبه لي غريب سافرت كتير بس الحياه في نيويورك حاجه تانية. فهو بقى الاكسبيرينس ده من زمان واكيد ما كانش عندك باك جراوند عن الناس دي فهو اكيد قال لك مفيش ما عنديش ما اعرفش. فبصراحه لقيته حاططنا على الطريق السليم اللي هو ده حياتك تبقى بكده تمام صح. يبقى انت ما سبتش بلدك ما سبتش حاجات كتير بغض النظر على الماديات برضو والحمد لله يعني الماديات بس بستايل تاني او باسلوب تاني افضل. فانت رحت شفت المدارس اللي هناك شفت الحياه اللي هناك انت كان ناقصك برضو حاجات كتير انت كان ناقصك برضه حاجات. انت بتشوف اللاعب كابتن محمود لسه بيقول لك قوه التحمل اللاعب المصري عندنا عاليه جدا. احنا زي ما بيقولوا هنا بيعرضوا احنا بنعمل فسيخ شربات زي ما بيقولوا. هناك امكانيات مختلفه. اللاعب بينزل على التدريب مش عايز اقول لك ممكن ما بيعرقش يعني بيعمل تدريبه وهو ماشي تمام بس انما مش اللي هو الجلد اللي هي اللي حوالين اللي هو الجلد لا هو ملوش علاقه بالكلام ده. هي في مش بقى يدور على مشاكل الحياه ولا كلام من ده ما فيش الكلام ده. الراجل هو اللي عنده تركيزه على هي دي اللي عنده بتاعه على هي المهمه بتاعته دي وليه ليفل.
في بقى دكتور نفسي، في دكتور بدني، مدرب بدني احمال، في مدرب للفتنس، في مدرب للبوكسينج، في كله متخصص بحيث منظومه كلها بتطلع اللاعب في الاخر. انت بتحط مجهودك وده بيحط مجهوده وده بيحط مجهوده، بيطلع اللاعب برضه بمجهوده بس بيطلع لك اللي بقى بيدسه على نفسه في الجلد، لان هو مش هروح النهارده رمضان بتاع مصر بشويه الجلد اللي عنده واخد شويه خبره في يوم وليله ابقى طف، لا انا عايز وقت. طب قول لي مين اكتر واحد بيقعد معاك قبل المباراه ايا كان اللي انت هتلعبه وبيعرف يدوس على الزرار يطلع منك رمضان؟ اهو بيقول لك ايه في يوم مثلا على اللاعب بيقول لك ايه، بيقول لي بقى المدرب بتاعه بعت لي رساله، ينفع كده؟ بقول له في ايه؟ بقول له المدرب بعت لي رساله بيقول لي اللاعب بتاعه هيوقعك من اول جوله. فقلت له قال الكلام ده؟ قال اه والله، ووري لي تاكسي، ووري لي تاكسي مسج فعلا مبعوت. اتريم اتفق مع واحد صاحبي بعت له الرساله عشان يسخن انا وانت بتسخن لا وانا ما بعرفش بتسخن مش هينفع مش هينفع وقع غلط انت لا لا ما لا هو يعني يعني بيدوس لك على الحته اللي هي تقدر. هو لا هو محمود اخ هناك يعني بصراحه، وبيعرف يعني الدخل حتى لما بيكون في مشاكل عندي او في ظروف، طبعا كلام بيمر بمشاكل نفسيه او طبعا هو اكيد بتسمع، هو بيعرف يعني خليني اتفادى ازاي بخبره او بنك او بالكلام. تمام. طب هقول لك ايه، خلينا نساله بتهيئه ازاي. والله بص هقول لك على حاجه، كل لاعب وله مفتاح فالمفتاح ده ازاي كمدرب؟ يعني انا مدرب جودو وفي نفس الوقت مدرب ام ام اي، وبرده درست حاجات سايكولوجيكال بالنسبه للمصري اصلا، فانت عارف عارف ازاي وعارف ازاي اتعامل معاهم، وبالذات بالخبره اللي انا خدتها من هناك. يعني انا مثلا بقول له يلا عايزين نخسس شويه، لقيته لابس بتاع 7-8 جواكت اللي اتعلمت اللي اتعودت عليه في مصر كده. قلت له لا 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 العب كل ده، هو والله شورت وفر وشورت شورت مش هخس في سنه، قال لي مش هخس تستحق. لا معلش احنا يعني في حته ناقصه هنا، العلم الرياضي عندنا ضعيف قوي، ضعيف قوي، مش ضعيف بس، ومع احترام ده يمكن موجود معانا موجود بس ضعيف قوي، ضعيف جدا. يعني اللي احنا اللعيبه اللي بيطلعوا دول كلهم لعيبه بياخدوا الخبره من بره من بره من بره، يعني مع احترام لكل المدربين وكل الخبره الرياضيين اللي موجودين هنا في مصر، معلش برضو ضعيف قوي، موجود بس ضعيف. يعني انت لو دخلت على اليوتيوب ودورت على اساليب التدريب هتشوف حاجات ما مرنت يعني ما بيشوفوهاش انا في مصر، ما شوفهاش. جرب جرب، ما تبقاش عندك الحمى لا انا اعرف اعمل كل حاجه، لا معلش انا ما اعرفش اعمل ولازم اتعلم ولازم كل ساعه بيطلع حاجه جديده، يعني مش مشكله ان واحد يتعلم ويشوف. فكابتن رمضان سهل قوي يعني التعامل معاه، هو راجل يعني طيب لا وهو مستعد، عنده استعداد فسهل قوي ان انت حتى تغير من شكله قدام الناس، لان انت ان الجمهور محتاج يعرف يشوف الراجل اللي بيعجبه، بس محتاج دايما يشوف حاجه مختلفه، شوف حاجه جديده، شوف النهارده لا هلعب جد، بكره لا هلعب اهرك شويه في اللعب، بعده لا اخش بعده استراتيجيه اللعب نفسه، استراتيجيه اللعب نفسه، وكل لاعب بيفرق عن التاني. طيب انا عاوز اسال في حته نقطه ان مش كل حاجه الفلوس، انا لازم ابني اسم الاول. يعني الكلمه اللي قالها كابتن رمضان، هو انت قلت لهم مش كل حاجه الفلوس، انت الاول ابني رمضان كمحترف، انا هقول كده كل حاجه هتيجي. هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه، انا يعني مش كابتن رمضان بس اللي جالي، يعني انا قاعد في نيويورك الحمد لله، دي يعتبر المحطه الاولى، اي واحد بيسيب مصر عايز يروح امريكا هي اقرب محطه، اقرب محطه نيويورك، طيران بينزلك على هناك على جاي في على طول، هو قدامه طار على طول وانا تلاقي محتاج ان حد قصه دي يعني لو لما اروح اسافر في هناك شفت ناس جات لي، انا يعني عمري ما سمعت عنهم هنا في مصر، كابتن محمود ده انا في كابتن مش عارف مين في مصر قال لي عليك، فقلت له انا سنه اتشرف، انا الناس كلها عندي بس انا عندي الاستعداد ليه لا. فاول سؤال بيجوا يسالوه هيدفع كام؟ ف انا زميلك سالت السؤال ده، انا سالت السؤال ده لا هو السؤال الوحيد بعد ما مصروف ايه؟ استنى شويه، اصل ما ينفعش انت عشان تجني لاعب لو اللاعب بص على الفلوس من اولها خلاص يبقى خلاص انت طالع من هنا كده،
فانا عايزك تبص على عايزك تبص على على الميداليه، عايز تبص التارجت بتاعك انت بقى. ما لو بصيت على الفلوس هتفضل طول عمرك دور على الفلوس ومش هتلاقي فلوس. لكن لما تبص على الميداليه هتجيب لك بص على الميداليه او بص على المستوى. لما انت انا عايز احسن مستواي عشان بعد كده المستوى ده هو اللي هيجيب لي فلوس بالظبط. يعني انا المستوى مع الفلوس انت خارج من عندك باك جراوند، بس انت خارج من هنا نقطة من أول السطر. دي اللي بقى اللي حاولت أفهمها قعدت فترة عشان أفهم. يعني الباك جراوند بتاعي ده هيساعدني إن أنا ابني اسمي هو أوريدي عندي، بس هناك أنت لسه رمضان اللي مش هتعرفه. طب كابتن رمضان اللي أنت مش عارفه، إحنا لما بنسافر بره مثلا بره أو أي حد بيسافر أول حاجة بيفكر فيها لازم يخلي باله مثلا إن هو هيمثل بلده أيا كان. تمام. هيخلي باله من مزاره ومن طريقة كلامه ومن فكره ومن تمام. كل الكلام ده كله. أنت قبل الملعب بتهيئ نفسك إزاي قبل البطولة أو قبل الماتش أو قبل المباراة؟ طب مع نفسك بتقول لنفسك إيه؟ والله احنا زي ما نشوف كده في الافلام ما تسخن نفسك بتاع تقول انا هشيل علم بلدي بيني وبين نفسي، يعني حتى لو ما بتلعبش باسم بلدك لكن هل بتعمل كده؟ بيحصل حقيقي. انا بقول لحضرتك احنا قعدنا بالظبط من 2002 او 2001 مش عايز اذكر ادخلني، احنا معانا الدكتور عربي شمعون بيهيئنا نفسيا لما يجي لنا 3 جلسات في الاسبوع. كان الاتحاد بتاعنا متعاقد معاه، هو بيدرب النادي معايا على النت على طول، بيدرب النادي الاهلي السعودي في كره القدم والحمد لله واخدين مراكز جميله جدا ده اللي اعرفه يعني. فكان بيعيقني، هو خلاني وصلني لمرحله اللي انا شايف طبعا باللاعب انت ازاي تخلي نفسك قبل الماتش، لو عندي وقت اريح جسمي اوفر طاقه للماتش، ازاي ما يبقاش في ضغوط، ازاي في ارق مش عارف انام ازاي، ايه حاجه تسمعها تخليك اكسايد قبل الماتش تخليك في طاقه عندك تمام. كل دي حاجات كلها بعيده عننا احنا كلنا الاول مش بناخد نسمع كلام وبصراحه ما بنعملش بيه مش طب انا يعني اغمض عيني واتخيل طب ايه مش فاهم انا بصراحه خدنا دي حقيقه خدنا وقت ده لاي حد وصلني والله وصلني ان في بكين انا واقف بلعب داخل المدرجات انا شايف والدي ووالدتي ان بيقول لي تحب تشوف مين قبل ما قبل ما يطلع الماتش على طول. قلت له والله انا شايفهم يعني مش مجنون بس شايفهم. وصلني وصلني لكده اللي مجنش اللي بيدوني وصلني لكده اللي خلاني اشوف الناس دي. فانت كلاعب انا بقى في بتفرق من اللاعب التاني في لاعب زمايلي احمد اسماعيل كان يحب يقرا قران قبل الماتش بيدوا طاقه عاليه جدا في اللي بيسمع اغاني في اللي كل واحد موقف حصله في حياته في اللي بيسمع النشيد الوطني كان صلاح عبد الباري في حاجات كتير جدا انت موقف حصل لك في حياتك اللي بيخليك بتنرفز نفسك كده بتنرفز نفسك النرفزه ممكن تضيعك في لحظه الحاجات دي عايزك تبقى ايه يعني تقام من بره هادي خالص بس من جوه فاير في نار من جوه كان بس بس على الهادي يعني تمام. طيب احنا عاوزين نعرف نقطه يعني مهمه جدا قالها كابتن رمضان فكره اللي هو الاعداد النفسي هنا بقى يعني دي دراسه لوحدها بره يعني ده جزء من العلم طبيعي. الرياضي اللي موجود ازاي انت قدرت ان انت توصل للنقطه دي وتاخدها كنوع من انواع التطوير في عملك انت؟ والله حضرتك حاجه النقطه دي يعني في ناس ساعات تقول لك انت مجنون ولا بتعمل ايه لما تيجي مثلا اول حاجه بدات بيها ان انا بدات من نفسي انا لنفسي ابدا لازم لازم اصدق الموضوع ده لازم اي هاف تو بليف ات فير لازم اصدق اشوف امكانياته حتى بدات اعمل اخد كلاسات يوجا بدات اقعد اعمل يوجا فاليوجا ازاي اللي هو بتفضل شيء ازاي بيقول لك صفي ذهنك صفي ذهنك كلير اب يور مايند خالص وما تفكرش حاجه فكر في التنفس اللي داخل واللي طالع وبتبص لقدام وتبص لبلاجي الجسم الانسان ده عباره عن ذبذبات الذبذبات دي بتخليك ممكن تفكر في المستقبل هو عينيك وبصيت لمستقبلك وبصيت النقطه اللي جايه انا باصص شايف نفسي على منصه التدويج وانا كسبان فعلا بتوصل لمنصه التدويج وانا كسبان وبتقول لا ده ما ده لا سحر ولا شعوذه دي فعلا بيديك الحافز يعني بيوصل لحقيقه نفسك انت توصل فدي دي الحاجات البدائيه بدات بقى اقعد اقرا في كتب اشوف بالظبط الكلام ده بيحصل ازاي وبدات اطبقها واطبقها على اللعيبه نفسهم وفعلا لقيتها بتحصل بتحقق النتائج فهي وبتحقق نتائج احسن من التمرين نفسه يعني انت ممكن تتمرن تمرين جامد جدا بس اللاعب اللي قدامك عالي عليك فتنزل وعندك في صدرك حاجز الخوف خايف منه فزي اكسر حاجز الخوف ده ان انا انزل ما اشوفش اللاعب ان انا اشوف الهدف بتاعي اشوف الهدف الهدف اللي هو قدامي مع تو جلوفز وراس وجسم مين الجسم ده مين اللبس ده مش مهم المهم عندي ان انا شايف يبقى مخيلتي ان انا البني ادم اللي قدامي ده بركز فيه ان انا شايف جلافزين والراس وان انا بربلي
هو مين هو بيعمل ايه مش عارف مش مهم عندي. فبطريقة دي بيبدأ هو بعد كده يبدأ يتعامل مع هذا. اول ما بيعمل الحكم ويبدأ لغاية لما يخلص وبيقعد وعايز عايزهم تاني مش عايز ياخد الدقيقه الراحه لا عايز يقول خلاص هو هدف عاوز وحافز عنده دخل المود. طب كابتن رمضان مين اكتر لاعب عملت له حساب ومين اكتر لاعب قلت انا لازم انزل انهي من الاول؟ انت ما شاء الله كنت بتنهي كله في الاول قلت يعني مين كنت بتعمل له حساب مثلا؟ هو في المحترفين دلوقتي الحمد لله لسه يعني ما قابلتش اللاعيبه المفروض اللي هي تبدا تبقى يد معاك لان انت الباك جراوند بتاعك الاولمبياد عامل لك برضه لعيبك بيتقلق تلعب معاك يعني ده برضو كان بيخليني في وقت مش عارف لعب ماتشات. في لعيبة كتير انت بتبص على الباك راوند بتاعك ثلاث اولمبيات واربع بطولات عالم ولعب كذا ماتش لا اول كلمة لا يعني مش هلعب هو من حقه يقول مش هلعب ولا هو بتتعمل ازاي يعني فهمونا الدنيا ماشيه ازاي؟ هو ماتش اكزيبيشن ماتش مثلا ولا بطولات كبيره يعني في الشو بيتعمل وبيقولوا لا فبيجوا بيكلموني او انا بكلم البرومودر اللي بيعمل الشو انا عندي كابتن رمضان عايز انظم الماتش فبيقول لي اوكي لازم اجيب له واحد بيبقى في نفس المستوى فنفس المستوى مش نفس المستوى الفني نفس مستوى الماتشات يعني التاني لازم يكون عنده نفس عدد الماتشات ويمكن اقل شويه او اعلى شويه فهي بتتحسب على كده ما اجيبش واحد معاه حزام ولا مع واحد لسه اول ثلاث اربع ماتشات يعني عشان تاخد الحزام لازم يبقى عندك عدد معين من الماتشات واللي عنده ساعات برضه بيخاف يقول لك انا برضه مش هاخد الريسك اللي انا ممكن اخسر او كده لو خسر هلعب اقل مستوى تصنيفه قعدنا برضه على الاسم اجيب هولي مان اجيب اي اسم تاني احطه مش ماشي خالص طب اعمل ايه طيب؟ يعني اي حد بيخش على الاونلاين دلوقتي يعني النت بقى مفتوح للناس كلها طبعا كل الناس اي حد بيكتب رمضان ياسر او رمضان عبد الغفار ياسر بيطلع له ثلاث اربع صفحات فبيقفل الصفحات على طول لا ويمكن اكتر كمان احنا برضه عسينا بار على النت فيقول لك لا مش عايز العب فدي بتعمل مشكله انا ما بقيلوش مش حد عايز يلعب معاه عشان هو عنده سي في بالظبط وبعدين لو طلع هو لعب مع ناس ابطال في الاولمبياد على مثلا ماتشات جامده مثلا ممكن يكون كسب او خسر منهم بفرق قليل جدا بس دي وحافظين على الاحزمه بقاله فتره تمام فالليفل بتاعه دلوقتي لسه ما وصلوش يعني هو لسه بدري عشان اي حد يقدر يقول لا مش هاخد ده دلوقتي او اقول اي حد هات يا ريت طب هو المكان ده بنادي اهو يا جماعه عاوز العب تعال طب هناخد فاصل سريع نريحكم شويه وبعد كده نرجع نكمل كلامنا على الالعاب
احمد شفنا نقاط جميله. خلينا كابتن محمود نتكلم شويه على يعني الام ام اي. انت يعني المره اللي فاتت كنت معايا قلت لي احنا نصر ان ام ام في اختلاف من بعد سنتين للاسف ما حصل اختلاف. لا جدا لا انا يمكن اتعرفت من سنتين بعد ما عملت اجتماع مع كبير جدا من اللاعبين المدربين اللي بيعملوا ام ام اي. غريبه جدا اللي هو مين اللي بدا الام ام اي الاول. طب يعني انا بصراحه احتاج مطرنا يا جماعه دلوقتي انا عايز اعمل حاجه ثانيه. انا عايز اعمل منظمه هنا اسمها منظمه محترفين الام ام اي المحترفين لان طبعا الهوام مربوطه بوزاره الشباب والرياضه وما تقدرش ان انت تدخل فيها. فلا انا هعمل منظمه هنا تمويل وشركات خاصه وكل اللي انا هعمله ان انا هنظم لكم البطولات اللي انتم بتعملوها واجيب لكم مدربين لو عايزين اجيب لكم حكام اجيب لكم بيبقى في دلوقتي لما يبقى في كادر كبير بالظبط يبقى في حاجه زي ما بنعمل بره وزي الحاجات دي كلها ما شغاله بره. فانا هنبدا نعمل النظام ده. فكل جاي بيقول لي طب انت يعني دخلك ايه من الموضوع ده؟ يعني لا هاخد منكم فلوسكم يعني هقول له يعني ده هاخد فلوسكم يعني داخل ايه ان انا عايز اشوف حاجه انا يعني بتنظم لعبه بتنشئ لعبه جديده. انا بعمل حاجه شفت حاجه بره بطبع في بلدي انا بعمل حاجه لبلدي يعني انا خربت بره السنين دي كلها ليه وممكن ما يعني للاسف ممكن ما ارجعش بس برضو لازم ابقى مربوط ببلدي يمكن في يوم من المصريين بالظبط يمكن في يوم من الايام ارجع يعني انا الناس دي كلها اللي بتجي لي هناك بتيجي لي انا بتبقى صعبانه عليا ان هو بيسيب البلد ويجي هناك وتبقى لعيبه كلهم بصراحه يعني لعيبه اللي هم بيسيب المنتخب او بيسيب مكانه وهو في الطب وهو فوق. طب ليه؟ ليه بتخليك بتسيب مكانك؟ ليه بتنشئش هنا وبتبدا وبتبقى كويس جدا؟ طبعا. يعني عندي لعيبه ملاكمه جات لي بصراحه جات نزل الجيتسو برازيلي في عندي واحد اسمه انزو جريسي ده اللي هو كان الجيتسو دي كانت لعبه ياباني اساسا. ف الجيتسو دي في اللي هو جريس الكبير الراجل الكبير بتاعهم خدها البرازيل فهو خدها من البرازيل نزلها امريكا بقت اشهر لعبه موجوده في امريكا دلوقتي بداوا لعيبه دلوقتي يعني هو اللي بيقول لك جريسي بره. فانا عايز انقلها لمصر عايز انقل ام ام اي مصر بالنظام الراقي بتاعها. عايز اعمل بطوله ام ام اي هنا كبيره بحيث ان اللعيبه المصريين دي كلهم بدل ما يطلعوا بره ويقعدوا يتشحططوا ويقول لك انا عايز اروح هنا وعايز اروح هنا وعايز اروح يسيبوا بطولاتهم ومسيرهم. طبيعي طبيعي انا ليه ما اجيبش كل حاجه مصر؟ ليه عايز انا اطلع بره مصر؟ مصر ما بتدفعش. لا مصر بتدفع بس ما انتش عارف ازاي تعمل فلوس منها. طب ما فيش حاجه جديده؟ يعني ما فيش حاجه حلوه؟ يعني ما فيش حاجه حلوه جديد؟ لو فتحوا لنا المجال ان احنا نعمل بطولات بجمهور تمام يعني هو ده من خلال البرنامج بتاعنا احنا بنحاول اهو بندي الاداء يا ريت نبتدي نحتاج نعمل حاجه زي كده. انا محتاج جمهور محتاج ان انا اعمل بطوله مثلا في الصاله المغطاه او في اي حاجه بحيث ان انا يبقى في جمهور يجي. طيب نيجي نعمل مبادره من المبادرات بتاعتنا اللي احنا بنعملها ايوه هنا البرنامج بتاعنا ممكن نحاول ان احنا يعني نستقطب فيه ناس بيهتموا جدا بالبطولات الرياضيه فاحنا بنناديهم بنشدهم ان هم يبتدوا يلجؤوا لنا بقى كمان احنا كبرنامج رياضي ان احنا نحاول نساعد في حاجه زي كده. ده بالعكس ده تبقى حاجه جميله نبقى مع بعض ان كونتاكت على طول ونشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. انا بس انا كمان يعني بحاول ان انا اجيب العاب تانية كتير مش مثلا في حاجات كتير قوي جت ونزلت في حاجه اسمها سبارتان ريس وتوف مادرز دول زي اوبستكل كورسز بيعملوها اللي هو بتجري مثلا 5 مايل بس ال 5 مايل دي فيها تطلع مرتفعات تنزل لمنحدرات زي اختراق الضاحية بس الحاجات دي كلها بتتعمل طبعًا. يعني يا ريت والله انا جاي وجايب معايا توكيل تمام انا جايب معايا توكيل من اللي هم السبارتان ريس دول معروفين جدا في امريكا وبدأوا يروحوا في جميع دول حوالينا. احنا عشان نبقى مركزين وبرنامجنا خلاص الوقت خلص مع الاسف فاحنا بنأكد على المبادره بتاعت البطوله وهنتواصل مع حضرتك وهنشوف بقى الناس هيتواصلوا معانا مع البرنامج ازاي واعتقد ان احنا دي حاجه مهمه من خلال البرنامج ومن خلال الفيسبوك جروب بتاعنا برضو يا سامح هننزل الحلقه هتبقى نازله وهنتكلم مع الناس وهنبقى متواصلين معاكم وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي وغير كده هيبقى في كونتاكتس على طول الفتره اللي جايه حتى لو انتوا في امريكا هنكلمكم ونشوف. انا بالنسبه لي لو هلعب هنا فايت هيخش منه دخل انا هلعبه في فري الدخل بتاع البلد تمام
ده مبادره والله كويسة. ده مني مش عايز فلوس. دي مبادره كويسه جدا لو في هنا في مصر. انا انما لو بره هاخد انت عارف يعني خليك انت عارف بس ممكن انسى الكلام ده هنا خالص. للاسف يعني بنشكركم جدا. ربنا يبارك في حضرتك. بنشكر الساده المشاهدين. حاتم كابتن محمود يحيى شكرا جزيلا لك. وكابتن رمضان عبد الغفار شكرا جزيلا لك. نتواصل مع بعض ان شاء الله. مشاهدينا الكرام وقتنا خلص. اشوفكم الاسبوع القادم في نفس ميعاد نجوم الرياضه. السلام عليكم.